أحمد أشرف موهبة كبيرة وصاروخ فرعوني صاعد بقوة، فقد تكون في فريق إنبي في مصر وقاده البحث عن فرصة أفضل للاحتراف إلى أن يحط رحاله في اسطنبول، وبرز من خلال انضمامه إلى فريق تشاباسبور فانهالت عليه العروض من أفضل الأندية التركية. نادي تشاباسبور مضيت فيه والناس هناك كان نفس في الملعب ده بيتمرن فيه كاراجومرو، مدرب كاراجومرو شافني وشاف الفيديو بتاعي فطلبني معاه في الفرقة واتمرن مع فئة 19 سنة وال21 واروح مع الفيرست تيم معسكر في بلغة.